فنان مصري شهير يعتدي بالضرب على زوجته في الشارع، وأول تعليق له فاجأ الجميع. انتشر خلال الساعات الماضية منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي العثور على سيدة ملقاة في الشارع بعد الاعتداء عليها ونقلها إلى المستشفى، وأن هذه السيدة هي الفنانة بلينتي عامر زوجة الفنان سعد الصغير. وادعى المنشور أن السيدة المذكورة أكدت أن سعد هو الذي اعتدى عليها بالضرب وألقى بها في الشارع. وفي رده الأول على ما تم تداوله حول هذا الأمر، نفى سعد الصغير في بيان صحفي كل ما تم نشره أخيرا في عدد من المواقع الصحفية عن الاعتداء على زوجته بلينتي عامر، مؤكدا: سوف أقاضي كل من نشر تلك الشائعة، وما قيل عن اعتدائي على زوجتي لا أساس له من الصحة. وقد تواجدنا معا في الأراضي السعودية المقدسة لأداء العمرة، ومن المفترض أن تطرح عامر أغنية خلال الفترة المقبلة، كما سنشارك معا في مسلسل لموسم رمضان المقبل مع المنتج بلال صبري. جرح دمع ظلم كل اللي انت عايز. وقال سعد الصغير إن زوجته بلينتي عامر ليست راقصة كما ذكر في عدد من الأخبار، وأضاف: كل شخص كتب كلمة تسيء إليها لن أتنازل عن حقها وحقي، وسأقاضيه على فعلته هذه. وأنا كسعد لم أتحدث مع أي صحفي ولم أدلي بتصريحات بخصوص هذا الموضوع. ووجه الفنان سعد الصغير بعد رجوعه من أداء العمرة رسالة إلى الصحفي الذي نشر تلك المعلومة الخاطئة قائلا: يا ريت تواجهني وجها لوجه، لأنني لم أتحدث معك ولا أعرفك. وكانت زوجة سعد الصغير قد نشرت صورا ظهرت فيها مع والدتها أثناء تأديتهما مناسك العمرة في نفس الوقت الذي أدى فيه سعد الصغير أيضا مناسك العمرة، ما يثبت أن أخبار اتهامه بالتعدي عليها بالضرب في منطقة المهندسين كاذبة. وكان قد كشف سعد الصغير عن أداء مناسك العمرة ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، وظهر سعد وهو يرتدي ملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة وعلق: الحمد لله على تمام العمرة، اللهم تقبل منا ولا تترك لنا دعاء إلا وقد أجبته، ولا ذنبا إلا غفرته يا رب العالمين. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.